حتى بالرسومات تبعي اغلبيتها يعني انا بدخل دائما بعالم اشبه بالماخذ بنج يعني باحد العمليات، لان يعني عالم له علاقه بالتنميل بالتخدير، التخدير الابدي يعني او الهذيان. يعني صعب تبني لغه واقعيه بالدماغ تبعي او بفكر بلغه واقعيه، لغه الاخر او لغه الشارع او لغه النخبه او لغه المثقفين. يعني لا، انا لغتي مخلطه، يعني في كوكتيل بيفروم بيخلط وبيطحن كل ما هو موجودات بالحياة، حتى بنجز لغة خاصة مع ذات تبعي. والحقيقة أن العزلة فادتني بإنجاز لغة خاصة ومتمردة، يعني لأنه أنا لا عندي صديق ولا أرتضي أنه يكون إلي صديق، لأنه لا ثمة ند دون لي. صديقي الوحيد هو سبحان آدم، لأنه أنا في حوار ديلكتيك أو مونولوج داخلي معه على مدار 24 ساعة على مدار العمري كله. بتذكر أيضا كمان أنه قبل الأزمة، قبل أكثر من 10 أعوام، كان في أحد زيارات لي عمر أمير لاي المخرج المعروف يعني الله يرحمه، يعني كان يرغب أنه يسوي فيلم يعني وثائقي عني. صراحة أنا استغربت الطلب منه، يعني ما فهمت، يعني كان عندي مشكلة مع الكاميرا بالظهور، عندي مشكلة مع المجتمع. بس ربما هو لاحظ يعني بحواراتي معه انه فهم حالة سبحان آدم او شافني. الان بعد انا ما شفت حالي بالفيديوهات طبعا الاخيرة، ادركت انه كانت عينه صائبة، يعني لانه فعلا هي لغتي مختلفة وغير مفهومة للاخر، يعني وهي لغة طبيعية. انا لغتي هاي اللغة اللي بحكي فيها مع الذات تبعي، يعني اللغة اللي فيها خلطة بين طفولة بين فلسفة خاصة بين ثقافة علوية أو نخبوية لحد كبير، يعني كل هذا المزج أنا بمزجه، يعني عادة أن يقدم برسوماتي يعني هاي الطرافة اللي عم تظهر بالأعمال، يعني الضحك الشر أو الخير مثلا، القبح على معاييره، كمان الجمال على معاييره الخاصة الأخرى من الضفة الأخرى. يعني أنا بعرف أنه في رسائل أكاديمية أو شيء محكم يعني بياخذوا بعضها يحكوا عن جمالية القبح عند لوحات سبحان آدم مثلا. أنا بشوف أنه هاي نظرة كتير يعني قاصرة وسخيفة. هذول جماعة الرواعية أو الكوبي يعني، يعني عندهم طلاب 200 طالب يعلمون أنه هذا الموضوع هو هيك، مش هو هيك. يعني الموضوع متبدل ومتحول ومتغير وله علاقة بالذوق. يعني أنا هلأ بشوف عمل بشرحه اليوم لك بهاي الطريقة، لكن تسألني بعد 4 ساعات نفس الشرح أنا بعيده، أعيد بناءه مجددا وتركيبه مجددا، لأن أنا أعيش اللحظة كما أريده يعني، أو ذوقي يتنقل من حالة إلى حالة أخرى كما أريده يعني. يا أخي أنا بحب مرات إني باكل لبنة مدعبة للصبح مثلا، بس جوز بالظهريات بحب إني منقوش الزعتر. يعني في ناس بأوروبيين بيحبوا شقروات عالية الجمال يمشوا مع رجل زنجي أفريقي، يعني ربما إذا شاهدته في المشرق العربي مع وجود العنصريات يعني إنه هذا الشيء مبتذل يعني. فالذوق متعدد المستوى، يعني هو أشبه بالبصمة الجينية، يعني اللي علاقة بالمأكل والغذاء والثقافة والوضع الموجود في مكانك. يعني هذا هو بشكل البني، يعني بنية ذوقك هي عم تشكل هيك.